السلام على رسول الله. نصيحة 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 للأخوة الكرام، أي إنسان عنده مطالب يا أخوة يطلبونها يستطيع أنه يقولها بسلمية وبأدب وباحترام. هذه مسألة مهمة جدا، وأنا في رأيي إذا عندكم مطالب ديروا أن أي واحد داخل الدائرة هو معاكم، أي حد خطوة برا الدائرة المفروض مش مسؤولين على أي تصرف يسوي. أنا أتوقع هذه مهمة جدا، لأن اللي صار أمس والهجوم على الناس والتكسير وأنا كنت منا أوقات يحسب، أوقات يحسب عليك والناس ما تفهم. هذه نقطة مهمة. اليوم أيضا شوفوا في الناس اللي جت هنا، شوفوا الناس اللي جت هنا أوقات هذا يستفزك وتلقى روحكم طلعتوا من مطالبكم، تجد نفسك أنت موجود وين؟ موجود في مشكلة مع أخوك. هذا الحقيقة المفروض تنتبهوا ليها يا أخوتي، ما نستفزوش بعضنا، ما نستفزوش بعضنا، لأن في الأخير تستفزوا بعضكم، واحد طبوا خامس رصاصة تولع بنات بعض الليبيين. لا جينا بالمطالب السلمية ولا غيرتوا اللي تبوا تغيروه وتصبح حيصة بيس، صح ولا مش صح؟ ونردوا نردوا الله أعلم كم نردوا له. العقل يا أخوتي العقل العقل العقل، أنتم بديتوا ديروا حاجة واحدة إن شاء الله حتى تسيجوها، إن شاء الله حتى ديروا سياج، وخلوا روحكم داخل مكانكم هذا، لا تعطوا الطريق، لأن قعدوا يقولوا هذا ما يعطوا في الطريق وقت الشغل، هذا يضر بيكم، ما تعطوش طريق غلط. خلك داخل جزيرة الدوران بتاعك، هذه بتاع من جوا وهذه مطالبي وموجود. وانتبهوا يا أخوتي، الله الله انتبهوا، مطالبكم بتاع الانتخابات هذه موجودة في الإعلان الدستوري، ما هوش عيب. النقطة اللي لابد تنتبهوا لها إن راهو الجنوب أوضاع ما تطمنش، ومحدش يدري عنا ومحدش موصل حتى أخبار راهو. ما تنسوش جنوبكم نفطكم وميتكم خوتكم قاعدين غالي، راهو لو ما تنتبهوا بكرة تلقوه مفصول والقبعات الزرق قاعدين فيه، انتبهوا له. لكن نبدا قاعد في طرابلس ونغني ومانيش منتبه شو صاير في ظهري من غادي، هذه مشكله كبيره. زي ما في طرابلس من غازي تو نشبح ميدان الشجره وميدان الجزائر، باي وين جنوبنا الليبي من غادي؟ وين الناس؟ في ناس استشهدت باش الميه ترد طرابلس، صح ولا مش صح؟ من ذكرها؟ من يعرفها؟ هل الجنوب كله يعني سيء؟ شنو وضعه؟ طيب طيب طيب، هل بنغازي طالب بانتخابات في المجلس الانتقالي والمحلي والطالب به في طرابلس وننسوا الناس اللي غادي؟ هل تعرفوا ان الناس اللي غادي حتى انترنت ما عندهاش؟ هل تعرفوا ان لما تم اعلان تحرير ليبيا ما كانش في كهرباء وما يندروش اصلا ان القذافي مسكوه وان ليبيا تحررت اصلا؟ احنا قاعدين هنا ناكل ونشرب وشويات ونغنوا وما نفضلوش شو صاير غالي. الله 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 الله، في دورتكم في سلمكم عرفت ولا؟ ما تطلعوش برا دائرتكم عرفت ولا؟ الله يبارك فيكم، ما تخشوش بين الراوي الشيطان. اسمع، والناس اللي تبي تفسد اي حاجه سلميه يخش في وسطك راهو ويمشي يدير حاجه باش تحسب عليك. كبر عقولكم، حتى جاتك حاجه تحملها وكبر عقلك. الله الله في تكبير العقول يا اخوتي، انتبهوا للنقطة هذه، راهو انتبهوا لهذا، راهو اللي يجيك ويبدا مندس هو اللي يمشي يكسر، يطلع من وسطك ويمشي يكسر ويخبط حاجة. أي إنسان شو اخوتكم هنا أوقات يبي يستفزوك، ما نمشيلاش غادي، ما يستفزنيش قاعد غادي، أنا داخل دائرتي هذا، ما تطلعوش من جزيرتكم. هم اللي يجون هم اللي يسمعوا علينا أستاذ. لا نحن نوصي خويا وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا أخوتي تذكير، الله يبارك فيكم. راو أوقات تحس في حق بعضكم، واحد معفن بيكرمك الله طابو الخامس بطلقة طايشة تولع في حق بعضها. كبروا عقولكم خويا، راو الله يبارك فيكم، يعني انتبهوا للنقطة هذه. هذه وصية بس، راهو بس وصية خوتي. وحنا حاسين بالجنوب، حاسين بالجنوب. الله يقولها على ليبيا كلها.